السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وحشتونا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. نبدأ على طول نتابع زغاليل الحمام، هنشوف الزغاليل اللي كنا مبدلينها احوالها ايه، اتصلحت ولا ما اتصلحتش، الزغلول الكبير والزغلول الصغير وبفرز البيض المخصب والبيض الفارغ نطلعه، وهقول لك كمان استخدام البيض الفارغ هنستخدمه في ايه. هو ده موضوع الاساسي بتاع فيديو النهارده، وهي دي الفكره بتاعت فيديو النهارده مع المتابعه بتاعت الزغاليل. بسم الله ما شاء الله، واكلين كويس تمام، واخدين اللبه، دول اللي فاقسين لسه امبارح ما شاء الله، واخد لبه كويس. جيب التاني كده يا جماعه، ده معاها ثلاثه ما شاء الله، ده انا ما كنتش اخد بالي ان هما ثلاثه ما شاء الله، فاجئت فعلا دلوقتي، انا مش فاكر ان هما كانوا ثلاثه، يبدو ان انا حطيت بيضه ونسيت الثالثه. طيب الثالث ده صغير فعلا، فعلا ده صغير. طيب يا رب نلاقي حاجه نقدر نبدله معاها. طيب هنحطهم دلوقتي ونشوف الباقي، بس خلينا فاكرين ان هنا ثلاثه فيهم واحد ضعيف في المكان ده، لحد ما نشوف هنعمل معاه ايه. المكان ده اللي انا كنت شايل منه، كنت ضايف كان فيه زغلول واحد، الزغلول اللحم ده، وانا حطيت معاه الزغلول الزاجل ده، لكن الزغلول الزاجل ده اصبح دلوقتي مش واكل كويس. الزغلول اللحم هو اللي اخد برضه لسه مش واكل، يبقى هنا عندنا فيه مشكله. القص ده مش مأكل لك كبير ولا الزغلول الصغير، فعندنا مشكله. يبقى هنا ايه، ده تربيه سايب، يبقى فيه هنا ذكر حمام بيجي يعاكس القص ده، لازم نتابع ونشوف ايه ليه مش عارف ياكل ولاده. في مشكله، يا اما الحمام ده تعبان، القص ابوهم وامهم تعبانين، بس هم ما شاء الله شايفهم كويسين، يبقى فيه ذكر بيجي يعاكسهم. هنشوف برضو الموضوع ده، ان ما كانش هنحاول ننقل الزغلول الصغير ده او نحاول ناكله ده، هو الزغلول عايز ياكل، هو ما شاء الله شايفين هو الاله هتاكله كمان قدامنا اهو، بسم الله ما شاء الله. يبقى فيه ذكر بيجي يعاكسهم، وهو الحمام استغل وجودي ان الذكر مش بيجي وحاول ياكل زغليله. الزغلول ده اللي كان معاه الزغلول اللي هو الصغير اللي مع الزغلول اللحم اللي اديته لك دلوقتي، ده كان معاه. طيب انا هعمل ايه بقى؟ هقول لك هعمل ايه، هشيل الزغلول اللحم ده لانه هو اكبر، الزغلول الصغير ده ما عادش اخد حقه، هعمل ايه؟ لانه مش اخد حقه، هنسيبه النهارده كده وناخد ده نرجعه مع التاني ده. تقريبا يبقى حجمهم تقارب، يبقوا الزغلولين دول مع بعض. ده احنا قلنا البيضه دي بيضه فاست، والبيضه دي احتمال مش هتفقس. لا والله ده نقره، شوف البيضه مكسوره اهي، البيضه مكسوره اهو، خلاص على وشك انها خلاص هتفقس، شايفين اهو مكسوره البيضه اهي. انا باجي عند الميه كده، بفتح الميه وبل البيضه كده، وقت ما الاقيها هتفقس ما بقشرش البيضه ولا حاجه اساعدها، هي دي اللي انا بعمله والمساعده ليها، بترطب البيضه بتبلها ميه، ما تخافش ده هيسهل جدا على الزغلول ان هو يفقس. لو طلعت مرتين في اليوم اعملها المرتين لحد ما الزغلول يفقس، وبسرعه ناخدها نوديها تحت الاهالي. هرجعها هنا طبعا لحد ما تفقس، لكن هي اول ما تفقس هشيلها، مش هتنفع مع الزغلول ده لان الزغلول ده كبر. شوف ازاي الزغلول ده، بسم الله ما شاء الله، بقى اصبح كبير، ده عمره 3 ايام دلوقتي او يمكن 4 ايام، فما في فرق، مش هينفع مع الزغلول التاني. طيب نرجع للقص ده اللي تحته التلات زغليل اللي قلت لك فيهم زغلول صغير لسه فائس النهارده، انا والله ما كنت شايفه، انا ما خدتش بالي من ده، كنتش فاكر ان هم تلات بيضات، كنت فاكر ان هم بطين اتنين. هنشوفهم كده مع بعض هنا اهو، زي ما حضرتك شايف الزغلول ده صغير جدا، والاتنين دول كبار شويه، يعني ده هيموت، هيموت لو سبته تحتها. هسيب لها الزغلول الصغير ده ليه؟ هو ده هسيب لهم الزغلول الصغير ده بس لان القص ده اخر بيض فقس عندي، فهو اللي هيعطي اللبه احسن حاجه، فانا عايز ده ياخد اللبه لوحده النهارده بس. اهو حطيت خلاص كده، حطيت الزغلول الصغير واسيبه لما لبكره ياخد اللبه لوحده ويكبر وياخد راحته. اما الاثنين دول فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هاخدهم لقص تاني. هنا مش هينفعهم، لا ده كبير، شوف الفرق، مش هينفعوا هنا. طيب هنشوفهم في حته تانية. انا جبت الزغلولين اهم في ايدي اللي هم على الارض دول، وهنشوف اللي احنا شفناه امبارح ده كان تحته بيضه
اللي قلت لك احتمال مش هتفقس، فعلا البيضة فسدت، هناخدها نرميها خلاص دي، هنشوف بقى الزغلولين اللي تحتها بيضرب يا جماعة بيضرب، حطهم هنحطهم جنب الزغاليل دي. طيب بقى ايه الوقت، الزغلولين اللي طلعناهم من تحتها فيهم واحد كبير وواحد صغير برضو، خد بالك من اللي احنا بنعمله علشان مش هتلاقي حد يقول لك الكلام ده في اي قناة تانية. هناخد الزغلول المتقارب، يبقى هنبعد ده، هنبعد الرابع ده، هناخد الزغلول الرابع ده ونرجع لها التلات زغليل، هيبقى تحتها تلاتة اللي هم قد بعض، مفيش مشكلة، المهم يكونوا قد بعضهم اهو. طبعا تاخد بالك وانت داخل لان هيعضك وهيضرب الزغاليل وممكن يموت الزغاليل. خلاص حطينا له التلاته بسلام، وبرضه هنشوفهم بكره. طيب ده اصبح معانا واحد اكبر شويه، تعال نشوف هنعمل فيه ايه. اللي احنا بنجيب ده من هنا ونودي ده هنا عشان ايه تفتكرش ان هي حاجه سهله. القص الزاجل ده مع زغلولين، اه ما شاء الله كبرهم، هو مأكلهم كويس، بس هنشوف هو اقرب ولا ننقل حاجة من ده. ممكن اخد حاجة من ولاده لو هو اكبر، لو انا عايز اخد الكبير ده ممكن اوديه في مكان تاني، اسيب لها اخد الكبير اللي من ولادها اوديه في مكان تاني، ده انا شايف ان ده الكبير اهو، يبقى سبت لها الاتنين، ارجع تاني نشوف حاجة تانية نودي فيها الزغلول ده. رجعت تاني للزغلولين دول، ما انا بنقل بقى بشوف المناسب. ايوه والله سبحانك يا رب، مناسب جدا واكبر منهم شويه لكن متقارب، يعني مش هيفرق كتير. حطينا لها الزغلول الثالث، بقى اصبح تحتها ثلاث زغاليل، مفيش مشكله، وبرضه هنتابع اهو. بسم الله ما شاء الله هترقد عليهم ومش هتاخد بالها. بقول لك التبديل ده لغايه عمر 10 ايام، الحمام ممكن ما يعرفش الزغاليل، لكن بعد ال 10 ايام في حمام بيضرب الزغاليل ويموتها يعني. فاكرين امبارح كان هنا بيضه في المكان ده وكان فيه الزغلول الكبير ده، البيضه فقست، بس طبعا مش هينفع نسيب الزغلولين دول مع بعض، شوف الفرق حضرتك. طبعا ده لان انا كنت محضن البيضه دي مش بيض ده، بس انا كنت محضنها بس علشان تفقس، وقت ما تفقس هبدا ابدل واتصرف زي ما بدلت في الفيديوهات اللي فاتت. يبقى انا اشيل الزغلول الكبير ولا اشيل الزغلول الصغير؟ هتشيل الزغلول الصغير، هقول لك ليه. هي الاهالي ما عاطينه لبا اهوت، ما شاء الله فيه لبا بس قليل جدا، لكن مش هينفع مع الزغلول الكبير، يا اما نشيل الكبير يا اما نشيل الصغير. بس انا هشيل الصغير، بس لها سبب الحكايه دي هقول لك، لان الاهالي دي بتاعت اللبا بقالها كده 4 ايام او 5 ايام، فاللبا بتاعهم هيخلص خلاص، ما عادش هيبقى فيه لبا، الزغلول ده هيتظلم مش هياخد لبا. اما ده خد لبا كتير ما شاء الله اهوت، اخد لبا محترم وكان الاهالي معاد التلبين بتاعها. لكن اخاف اسيب الزغلول الصغير الاهالي تحس ان مفيش تحتها زغاليل وتقوم وتسيب الزغلول الصغير، الاهالي مش هتحس ان في حاجه تحتها لو شلت الكبير ده. فطبعا لازم اسيب الكبير واخد الصغير اعطيه لحد لسه اقرب حاجه فاقسه بيض عندي، اقرب حاجه فاقسه عندي. انت فاكر امبارح الفيديو اللي كان فيه اتفاجئت لقيت هنا ثلاث زغاليل وشلت الاتنين الكبار وسبت الزغلول الصغير، تعال نشوف الزغلول اللي انا كنت سايبه اللي كان هيموت امبارح، الزغلول الصغير اهو يا جماعه. طلعنا الزغلول بتاع اللي كان موجود امبارح، لو انت حضرتك فاكر كان هيموت، بسم الله ما شاء الله اخد اللبا تمام التمام. فده هو رضاني لوحده، هحط معاه الزغلول اللي فقس، دايما نشغل دماغنا في الموضوع ده، ده الزغلول اللي كان مع الزغلول الكبير، هنقوم حاطينه كده ويبقوا مزغلولين واتحط كانه فائز تحتهم باذن الله، هيوكلوه عادي اهوت، بقوا الاثنين بقوا تحت القص ده. نشوف بقيه الزغاليل دول، بسم الله ما شاء الله انا كنت حاططهم ثلاثه في موضوع الحل بتاع امبارح، معقولين جدا معقولين بسم الله ما شاء الله. انا خدت من دي زغلول وما عادش معاها غير الزغلول لوحده، كان تحتها البيضه اللي فقست اللي هي كان الزغلول الصغير، خدناها اصبح تحتها واحد بس تمام. وانا عندي في مكان تاني في حاطط تلاتات مع بعض، ايه انا حاطط فيها تلاته مع بعض اهو، تلاتات تقريبا العمر متقارب يعني، او نشوف برضو الحجم فيهم لان هو التاني كبير شويه عن دول، نشوف اكبر واحد في دول ناخده نحطه معاهم، يبقى دول اتنين ادك كبير شويه ده سابق شويه ناخده، ونرجع الاتنين دول للاهالي وبياكلهم كويس، هم ما شاء الله مش مقصرين معاهم يعني التلاته، لكن هنخليهم اتنينات افضل وهكذا يعني اهو. حطينا الزغلول التاني اصبح تحتها اتنين ان شاء الله، وحجمهم مناسب لبعض جدا اهو، كانهم فاقسين تحتها.
وده الزغلول اللي قلت لك ان فيه ذكور او فيه ذكر زياده بيعكسه. انا امبارح لقيت ذكر شلته كان بيجي يضرب الاهالي اللي هي مش عارفه تاكل الزغاليل. قلت منهم الزغلول الكبير اللحم اللي حطيته هنا ده، اهو الزغلول ده اللي انا شلته حطيته مع الزغلول الثاني اكلين ما شاء الله. لكن هنا برضه، لكن هنا لسه المشكله. شوف الزغلول عايز ياكل لكن الزغلول ده متعور، شايف؟ يبقى هنا في فعلا ذكر تاني كمان، يعني ما كانش ذكر واحد. دي عيوب التربيه السايبه يا جماعه، ده لو محطوط في سلاكه عمره ما هيحصل فيه المشاكل دي. وكان فات الزغلول ده قد كده مرتين، هو متاخر لان الاهالي مش عارفه تاكله، بتدافع عنه اكتر. الاهالي بتدخل في معارك اكتر عشان تدافع عن ولادها، فهو متعور. فانا هراقب برده تاني لحد ما اشوف ايه الذكر اللي هو لسه بيهاجم الاهالي ده ويعور الزغلول. القص الزاجل هنشوف بقى تحته الزغاليل اخبارها ايه اللي تحته. انا كان هو ده اصلا من التنقيل ما كنتش فاكر ان كنت حاطط تحته كام. هو ما شاء الله ثلاث زغاليل اكلين، هنتابعهم برضو مش هنسيبهم، ما فيهم واحد اكبر شويه بس مش هنسيبهم. هحاول اخلي الصغير يبقى ناحيه بره كده عشان الاهالي تشوفه كده، اخلي الصغير ده اصغر واحد يبقى بره. لو دخلت بالزغاليل بالمنظر ده وايدي لفوق كده هيضربهم، هيضرب ايدي وهيضرب الزغاليل. لازم اخلي بالي اشيل الحمامه اللي راقده على البيض يا اقلب ايدي كده. اداري الزغاليل وادخل ايدي بالمقلوب كده، كده بالشكل ده اهو ضرب فعلا، دخلت ايدي كده. شوف ايدي دخلت ازاي، ايوه. خلينا اصغر واحد هو اللي بره علشان الذكر يشوفه، او النتاية لو رقدة في نفس الوقت هيبقى هو اللي بره هو اللي ياخد اللي بقى اكتر. شوف هنا ما شاء الله هو واحد اكبر من واحد، بس اهم حاجة عندنا ان هم يكونوا مأكلين الاثنين. وانا بمر على البيض لقيت البيضة دي منقورة كده، البيضة دي لسه متبضة منقورة كده بالشكل ده، هنصلحها دلوقتي لان هي مش خارج السائل بتاعها، لكن لو نزل منها اي سائل من الداخل خلاص ترميها مش هتنفع. انما هي القشره بس اللي معموله كده، اعرف ان القشره دي جواها غلاف تاني رقيق من جوه زي البيضه المسلوقه. لو انت بتقشر البيضه المسلوقه مش بتلاقي في قشره رقيقه تانيه لازقه في بياض البيضه، الغلاف الرقيق ده هو اللي بيمنع نزول السائل. طالما السائل ما نزلش يبقى هنبدا نصلح البيضه دي. هنجيب دقيق وهقلب الدقيق، بعد ما نقلب الدقيق كده بالشكل ده نحط على المكان تمام كده، ونحاول نسويها ما نخليش في زيادة عشان ما تلزقش فين، في الحمامة اللي راقدة على البيض. لو قابلك اي مشكلة في تحضين البيض او الزغاليل اكتب لي تعليق وانا برد على كل التعليقات. شوية دقيق علشان ما تلزقش في جسم الحمامة وهي راقدة. حضرتك او في ناس كتير بتقشر البيضة قبل الفأس، لما يلاقي زغلول فقس وزغلول لسه ما فقس بيقشر البيضة. طبعا شفتني امبارح، شفتني امبارح البيضة اللي كانت نقرة هتصبح تفقس، فانا جبتها غسلتها تحت الحنفية رشيتها مية يعني. ده اللي انا بعمله، انا ما بقشرش البيضة على الزغلول، ما بفتحش للزغلول بمعنى اصح، لكن برشها مية. طيب لو حضرتك فتحت ولقيت لسه في دم على الزغلول، الزغلول هينزف جوه البيضه ويموت. فلنفرض ان هي دي البيضه اللي انا حاولت افتح للزغلول. طبعا لما بتيجي تفتح للزغلول بتفتح من المكان العريض ده، تمام؟ جيت تفتح لقيت طري ولقيت طالع دم، ما انتش عارف تتصرف، هتسيب البيضه تبوظ والزغلول يموت فيها؟ لا، هنقول لك هتعمل ايه في الحاله دي. طيب في الحاله دي معانا بيضه ثانيه اهوت، بيضه برضه فارغه، هنعمل ايه؟ هقوم جايب البيضه دي اكسرها من كده، حاول اكسرها بالنص كده، فضيت منها الصفار وسبتها زي ما هي كده بتلزق زي ما هي، واجيب البيضه من المطرح اللي انت من مكان اللي انت فتحت منه تروح ملبسها فيها كده خلاص، هي هتلزق عليها كانها هي قشرتها. طبعا دي بيضه صغيره ودي بيضه كبيره، حاول تجيب القشره المناسبه او البيضه المناسبه، عشان كده بقول لك ما ترميش البيض الفارغ، وتحطها كده تحت الحمامه هترقد عليها والقشره هتلزق في مكانها على البيضه، وتاني يوم ابقى افتح لها تكون البيضه نشفت شويه. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وعلى زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.